بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الإمام الشيخ محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم شيخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين. الباب 84 بعد 100، باب فضل الأذان والأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة. يبقى الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة ولو ألفاظ مخصوصة معلومة. وفيه 9 أحاديث. الأول وهو الحديث 34 بعد 1000، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني هنا برضو إيه الجواب محذوف، يعني لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من عظمة الأجر وكثرة الثواب، محذوفة معلومة في السياق، فهم؟ لأن إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ناس بتفهم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة، يعني يقترعوا، يعني ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح اللي هي العشاء والصبح يعني لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضرات. والضرات هو صوت إيه؟ الريح الذي يخرج من دبر الإنسان، وهو إيه؟ أخس صوت يستحي حتى منه الإنسان، فجعل صوت الشيطان أخس صوت، يعني زي ما ربنا قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل. يبقى التثويب اللي هو الإقامة، يعني حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. نقرأ الشرح ولا نجيب الباب كله 9 أحاديث بشرحهم؟ لا، الرحمة كويسة. حاضر يا سيدي، الرحمة كويسة. باب فضل الأذان، أي والإقامة والأذان والتأذين والأذين لغة الإعلام، لغة الإعلام، وشرعا
قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة، والأصل فيه قبل الإجماع، الأصل يعني الدليل. يبقى الأصل هنا بمعنى إيه؟ الدليل. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقول وإذا ناديتم إلى الصلاة، وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في الأذان والإقامة رواه الشيخان في صحيحيهما. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس، قال الطيبي أتى بالمضارع، ما قالش لو علم، قال لو يعلم، أتى بالمضارع محل الماضي إقامة له مقام ما يستدعيه، إذ المراد ثم حاولوا الاستباق عليه لوجب عليهم ذلك، أو ليفيد استمرار العلم فإنه ينبغي أن يكون على بال. ما في النداء أي الأذان، وحذف من البيانية لإبهام ما، إيماء إلى أن الفعل المبين بها إبهامها مما لا تسعه عبارة. يعني إيه؟ هو كان هيقول ما في النداء من أجر، فحذف من، فهمت؟ علشان إيه؟ يبين عظم إيه؟ عظم المسألة، حيث أنها لا يعبر عنها بلفظ. ما في النداء أي الأذان، وحذف من البيانية لإبهام ما إيماء إلى أن الفعل المبين بها إبهامها مما لا تسوى عبارة. والصف الأول هو على الصحيح الصف الذي يلي الإمام، وإن كان أبعد من الكعبة من صف أقرب إليها من في غير جهة الإمام. يعني الكعبة دي مش مربعة كده، فممكن الإمام يبقى إيه؟ واقف بعيد عن الكعبة، الصف الأول يبقى بعديه، وممكن الجوانب التانية الناس ملاصقة للكعبة، فهمت إزاي؟ فيبقى الصف الأول اللي هو ورا الإمام أفضل من الصف الملاصق للكعبة من الجهات الأخرى. يعني ده عايز يقول لك كده يعني الشيخ. وإن كان يعني الصف الأول هو الذي يلي الإمام، وإن كان أبعد من الكعبة من صف أقرب إليها في غير جهة الإمام، بل أقربية المأموم على إمامه للكعبة مكروهة مفوتة لفضل الجماعة، ده مذهب الشافعي. وده يعني اللي بيصلي في الجوانب التانية مقدم على الإمام اللي هو موجود في جهة تانية، فهمت؟ يعني لو عملت خط كده لقيت الخط بتاعك هيجي امام الامام وانت بجانب من جوانب الكعبه، عند الشافعيه تعتبر متقدم على الامام، تبقى صلاتك صحيحه بلا جماعه، فهمت؟ تفوت ثواب الجماعه. ده راي الشافعيه بس. المالكيه قالوا لا، يجوز التقدم على الامام لو ضاق المكان ومطلقا كمان، فهمت؟ يعني ممكن الامام كده يبقى بيصلي عند المالكيه والصفوف خلفه والصفوف كمان قدامه، زي ساعات خارج المسجد، يطلع خارج المسجد يضيق على الناس المسجد، فالناس تصلي خارج المسجد امام الامام مؤتمة بالامام، الصلاة دي تبقى تصح على مذهب مين؟ الملكية، فهم؟ ولا تصح عند مين؟ الشافعية والحنابلة. فيبقى هنا هو بيشرح لك الكتاب على مذهب الشافعية، عشان كده لو واحد مالكي بيقرا يتضايق، يحس ان الكلام مش مطابق لما درسه في مذهبه، فهمت؟ فكان حقه يقول لما يجي يشرح حاجه زي دي عند الساده الشافعيه، عشان ايه؟ يريح بال مين؟ اللي بيقرا من مذهب اخر. كما نبه عليه ابن حجر الهيتمي في تحفته، ابن حجر الهيتمي برضه شافعي، قال التيمي وفضل الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام والتأمين لقراءته، ومن فضله أنه إذا احتاج الإمام للاستخلاف استخلفه، ولينقل صفة الصلاة ويعلمها للناس، والصف الثاني أفضل من الثالث، وهكذا. ثم لم يجدوا أتى به لتراخي رتبة الاستهام عن العلم، إلا أن يستهموا أي يقترعوا عليه
لأداء تأذين المتنازعين إلى تهويش وضيق المكان عن قيامهم، لاستهموا عليه لعظمه وفضله. لأن لولا كده بقى يبقى كل واحد عايز يأذن، كل واحد هيأذن، نبقى قاعدين 10 في الجامع 10 بيأذن، هيبقى كده تشويش وتهويش على الناس. فعشان نحل الإشكال نعمل قرعة أو أو يؤذن المولى من الإمام بوظيفة التأذين. وزارة الأوقاف معينك مؤذن في مسجد، ما يجيش حد يقول لك أنا أذن، أنا اللي متعين. يقول لك أصل استهموا، استهموا إيه يا ابني؟ استهموا أما يبقى مسجد ملوش مؤذن. أما يبقى مسجد ملوش مؤذن، لكن لو مؤذن معين على المسجد محدش يكلمه. فهمت بقى إزاي؟ لحسن تروح تعمل لي قرعة مع المؤذنين اللي بتوع مساجد الأوقاف، تعمل لي مشاكل مع مختار جمعة رضي الله عنه وأرضاه. لاستهموا عليه لعظمه وفضله، لعظم أجره يعني وفضله، وإفراد الضمير لعوده على ما هو إليها، أو تنزيلا لها منزلة اسم الإشارة في نحو قوله تعالى عوان بين ذلك. لأن الأجر ممكن يكون كتير فيبقى جمع، لكن هو أفراد الضمير العائد على الأجر. فهمت؟ بتنزلة ما، لأن ما مفردة لفظا جمع معنى. فهمت؟ فاكرين أنتم ما اتكلمنا على إيه؟ في كلمات كتيرة كانت لها مفردة لفظا وهي جمع معنى. أو تنزيلا له منزلة اسم الإشارة في نحو قوله تعالى عوان بين ذلك باعتبار لفظه، وقد وقع الأذان على الاستهام. قال البرماوي حين فتح القادسية صدر النهار فاتبع الناس العدو فرجعوا وقد حانت صلاة الظهر وأنصت المؤذن، فتشح الناس في الأذان حتى كانوا يكتلدون بالسيوف، وأقرع بينهم سعد فأذن من خرج سهمه. والقرعة أصل في الشريعة في تعيين ذي الحق في مواضع، في مواضع الشريعة بتعتمد القرعة في التقسيم، زي مثلا لما يبقى بنقسم شركة على المشاع، أرض مشتركة على المشاع، فقسمناها أركان كل واحد ياخد ركن منها. فهمت؟ والأركان دي متساوية، وكل واحد تنازع يقول لك لا أنا عايز ده، التاني يقول لك لا ده، والتاني يقول لك ده، يعمل القاضي يقترع، يعمل قرعة عشان يحل الإشكال. فهم؟ كذلك الرجل إذا كان متزوج أكتر من زوجة وعايز يسافر ومش هيقدر ياخد إلا واحدة، إمكانياته ما تحملوش نفقات إلا واحدة، يعمل قرعة بين الزوجات زي ما النبي كان يقترع بين الزوجات. فالقرعة يعني الشرع الشريف بيراعيها في بعض الأحكام، واضح؟ لكن ما تعملش قرعة، أنت عندك امتحان النهاردة، أروح ولا ما أروحش؟ ويعمل لي قرعة، نقول له بطل يقرع، بطل يقرع. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه لما فيه من المسارعة إلى الطاعة، ولأن منتظر الصلاة في صلاة، ولعدم التضايق فيه زمانا ومكانا لم يحتاج إلى المساهمة فيه وللقرعة. ولو يعلمون ما في العتمة بفتحتين، قال في المصباح هي من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، وعتمة الليل ظلام أولي عند سقوط نور الشفق، ده لوقت العشاء يعني. والمراد منها هنا صلاة العشاء، والتعبير بها مع النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء بالعتمة. الأعراب كانوا يسموا المغرب عشاء ويسموا العشاء عتمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تسمعوش كلام الأعراب، دي اسمها المغرب والعشاء اسمها العشاء، وما تسموهاش العتمة علشان ما توافقوش الأعراب في كلام. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى اننا نسميها العتمة وهنا سماها العتمة،
علشان لا تلتبس في ذهن اي انسان، لان لو قال العشاء قد يفهمها اعرابي انها المغرب، فهمت بقى ازاي؟ لكن اقول العتمة يفهمها الكل، يبقى مراعاة لرفع اللبس في البلاغ، فهمت؟ والمراد منها هنا صلاة العشاء والتعبير بها مع النهي عن تسميتها بذلك إما قبله، يعني إما قبل النهي، أو تنبيها على أن النهي للتنزيه لا للتحريم، أو لدفع توهم أن المراد بالعشاء المغرب لأنهم كانوا يسمونها عشاء فتفوت المطلوب، فاستعمل العتمة التي لا شك فيها دفعا لأعظم المفسدتين بأخذهما. والصبح لأتوهما، أي لو علموا ما في فضل صلاتهما جماعة لأتوهما بأي وجه أمكن، ولو حبوا، حبوا بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهو المشي على اليدين والركبتين أو على المقعدة، متفق عليه، ورواه مالك وأحمد والنسائي كما في الجامع الصغير. الاستهام الاقتراع، ذلك لأنهم كانوا يقترعون بسهام لا ريش فيه. والتهجير، التبكير إلى الصلاة مطلقا، ولا ينافي التناول عمومي للظهر، لأن التهجير هو أنك أنت إيه تيجي في وسط الهاجر أو الهاجرة اللي هو الظهر الشمس يعني، فاستعمل على التوسع بمعنى التبكير للصلاة ولو كانت عشاء، نسميها تهجير برضه، واضح؟ ولا ينافي تناول عمومي للظهر الأمر بالإبراد بها، لأنه لقصر زمنه في الجملة لا يخرج فاعله عن التبكير به. يعني هو التهجير يدل على أنك أنت تروح في الهاجرة في عز الحر يعني عشان تصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في شدة الحر أبردوا بالظهر، يعني أخروا الظهر حتى يكون في فيء الظلال، فيء التلال، عشان هو ماشي رايح الجامع يبقى ايه في ظل كده يمشي فيه، ظل البيوت، ظل التل، بدل ما يمشي في الشمس ايه محرقه، لان جو المدينه وجزيره العرب في الشمس ايه شديد الحراره. فالنبي قال لهم ايه؟ ابردوا بالظهر حتى ايه يظهر فيء التلال، يعني التل الكبير ده كده، الجبل ده يبقى ليه ظل تقدر تمشي فيه. ده اسمه الابراد، والابراد مش مشهور عند المصريين، لان احنا الحر ما بيبقاش عندنا الحر الشده بتاع الصحراء يعني، ولقرب المساجد كمان، لان انت بتنزل خطوتين تبقى في المسجد جنب بيتك، لكن كان زمان ايه ممكن يمشي له ايه 3 4 كيلو في عز الحر على ما يوصل المسجد يبقى عنده ضربه شمس ان شاء الله يكبروا عليه 4، بدل ما هو يصلي هيكبروا عليه 4 بقى مات، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه تيسيرا على الامه يعني. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا، بفتح الهمزة جمع عنق، واختلف في معناه فقيل أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف اللي عايز يشوف حاجة بيعمل إيه؟ يمد عنقه كده، ما يبقى الناس واقفين كتير وانت عايز تشوف حاجة بتمد عنقه كده، فهمت؟ يبقى كأنه هو متشوف لرحمة الله، فهو أكثر الناس تشوفا فصار في الحس عنقه طويل، فهمت؟ فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. طبعا نحن مش واقفين سيدنا النضر بن شميل في الكلام ده، لأن إلجام العرق ده للكفار، وإحنا بنتكلم ايه للمؤذن مع المؤمنين، فالجام العرق ده للكفار، المؤمنين ما عندهمش الشغلانه دي، الكفار هم اللي عندهم الشغلانه دي، فهمت؟ وقيل معناه انهم ساده ورؤساء، لان انت تقول ايه فلان ده طويل العنق يعني شريف الحال، حتى ساعات يقول لك انت هتطول عنقي يعني تشرفني، مش كده برضه؟ وقصرت رقبتي يعني ايه؟ يعني كسفتني، فاهم؟ يعني كان تكون معنى مجازي يعني. وقيل معناه انهم ساده ورؤساء، والعرب توصف الساده بطول العنق، وقيل معناه اكثر اتباعا، وقال ابن الاعرابي معناه اكثر الناس اعمالا. وفي سنن البيهقي عن ابي بكر بن ابي داود عن ابي ليس معنى الحديث ان اعناقهم تطول
ولكن الناس يعطشون يوم القيامة، ومن عطش انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. قال القاضي عياض وغيره، ورواه بعضهم بكسر الهمزة، يعني أطول الناس إعناقا، إعناقا مش أعناق بقى، إعناق جاي من العنق، يعني إيه؟ من السرعة في السير، سير العنق يسموه إيه؟ السرعة في السير، أي إسراعا إلى الجنة، وهو من سير العنق يوم القيامة، ظرف لما قبله. رواه مسلم ورواه ابن ماجه في سننه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بفتح الصادين المهملتين وإسكان العين المهملة الأولى المازني، قال في الكاشف: روى عن أبي سعيد وعنه ابناء عبد الرحمن ومحمد ثقة، خرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصفه الحافظ في التقريب بقوله الأنصاري المدني، وزاد من كبار التابعين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم، بفتحتين معروف، والبادية هي خلاف الحاضرة، والنسبة إليها بدوي على خلاف القياس، وجمعها بواد، لأن اللي يحب الغنم ويخرج في البوادي معناه مش هيسمع الأذان ولا هيصلي جماعة. فسيدنا أبي سعيد الخدري لما لقى أنه هو بيحب الحكاية دي، فخاف يفوت عليه فضل الأذان وفضل الجماعة، قال له: لا، وانت في البادية اما يجي وقت أذن انت، يبقى خدت فضل الأذان، وبعدين لما هتأذن هيجتمع عليك ملائكة، فهتاخد ثواب ايه؟ صلاة الجماعة، وان كنت في ظاهرك منفردا اللي هيقولك مسلم يجن يصلوا خلفك، ويصلوا خلفك ايه؟ لان تملي الملائكة بتستجيب للأذان وتحضر. يعني هو ما كرهوش في الحاجة اللي بيحبها، ده هو حول له الحاجة اللي بيحبها إلى عبادة. لأن احنا عارف لو واحد وهابي، لو سيدنا أبو سعيد الخدري ده وهابي، قال له البادية والغنم هيضيعوا عليك العبادة والجماعة، اترك ده كله واقعد في المدينة عشان تصلي جماعة، يقوم يترك ما يحب وإيه؟ والغنم بتاعته تجوع وتموت. شفت طريقة الوهابية في الحياة؟ فاللي يمشي معاهم يتعب. لكن الصحابة ما عندهمش كده، يأيد كل واحد فيما أقام الله فيه، لأن النبي كان كده، يأيد كل واحد فيما أقام الله فيه، ويحول الإقامة إلى عبادة. بالعلم بقى، إزاي أحول ما أقامني الله فيه إلى عبادة؟ دي بقى إيه؟ عايزة علم وحكمة، تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت بتحب الانفراد كده والخلوة وتخرج كده في البادية وتخرج مع الغنم؟ طب انا هقول لك حاجه عشان ايه ما تفوتش فضيله اللي قاعد بيصلي في الجامع وانت ايه بعيد. اذن انت لنفسك وهيسمعك كل اللي حواليك يشهدوا لك، وكمان اما تيجي تصلي هتبقى صلاتك قد تقع جماعه، لان هيجتمع عليك مسلمي جن ومسلمي ملائكه، والملائكه طبعا كلهم مسلمين مؤمنين. فهمت بقى؟ يبقى السنة النبوية أن تؤيد كل إنسان على ما أقامه الله فيه، ولا تصرفه عما أقام الله فيه، ولكن تحول الإقامة إلى عبادة. هي دي بقى السنة النبوية الشريفة، ودي من محاسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الحياة تعمر. الفلاح يبقى بيزرع، والعامل يبقى في مصنعه، والطبيب في مستشفيته، والمهندس في مبناه، واخد بالك؟ كل واحد في عبادة والحياة تعمر، وكله بيصلي وبيعبد ربه. انما نجمعهم كلهم، المهندس يسيب المصنع، والفلاح يجيب يسيب الارض، وده يسيب مش عارف ايه، وكلنا نكتئب، وبعدين نيجي نجوع ندور على حاجه ناكلها ما نلاقيش، نيجي عايزين نبني ما نلاقيش حد يبني لنا، نعيا ما نلاقيش دكتور يعالجنا. ما ينفعش الطريقه دي وهابيه، ما ينفعش الطريقه دي ايه؟ هنقول لهم يا وهابيه بدل ما نقول اغبياء، مره كده ومره كده. فلازم تفهم من الحديث ازاي الصحابة اتعلموا ان النبي اساليب التربية، انك تؤيد كل انسان على ما يحب. واحد هوايته كذا، يعني واحد صوته جميل وبيحب يغني، لا الغنى حرام، تقوم تكبت له موهبته، يقوم يجي له نوع من الكآبة. فاهم؟ لا تقول له: يا سيدي صوتك جميل، تعال اعلمك القرآن والمديح. يبقى حول تاله، بدل ما ايه يروح يشتغل ايه في كازينو ويغني مع السكارة، لا، يقوم يقرأ قرآن مع المؤمنين، ويبقى راجل مقرئ جميل ويمدح وهكذا.
فهمت بقى يا سيدي؟ لا هو بقى صوته جميل، المديح حرام، وبعدين ما تتقصعش في القراءه في القران، وانا مش عارف ايه، ما تعملش يقعد يعدله كده، في الاخر الراجل يكبت ويقعد في بيته ما يعملش حاجه. دي طريقه الوهابي، فهمت؟ قال له اني اراك تحب الغنم بفتحتين معروف، والباديه هي خلاف الحاضره والنسبه اليها بدوي على خلاف القياس وجمعها بواد. فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت للصلاه، اي اردت الاذان لها، فارفع صوتك الى ما لا يعود عليك بالضرر بالنداء بكسر النون وبالمد اي بالاذان، فانه اي الشان لا يسمع مدى بفتحتين والدال المهمله مخففه اي غايه صوت المؤذن. قال التربشتي وفي زياده مدى مع الغني عنها تنبيه على ان اخر من ينتهي اليه الصوت، وفي زياده مدى يعني في ايه لا يسمع صوت، بس هو زود مدى يعني ايه، هي في وضعها زياده، بس هو بيبين التوكيد ان لاخر شيء يوصل مع الغنية يعني الاستغناء عنها تنبيه على ان اخر من ينتهي اليه الصوت يشهد له كما يشهد الاول، ففيه الحث على استفراغ الجهد في رفع الصوت بالاذان طبعا دون ازاء. وقال البيضاوي اذا شهد من يسمع اخر الصوت مع كوني اخفى لا محال للبعد، فلان يشهد من هو ادنى وسمع مبادئه اولى. جن ولا انس اقتصر عليهما دون غيرهما من افراد الخاص لكونهما مكلفين بفروع الشريعه، ولا شيء، قيل المراد شيء يصح منه الشهاده كالملك، وقيل عام في كل شيء في كل ما يسمع ولو غير عاقل من سائر الحيوانات دون الجماد، وقيل عام في الجماد وغيره بان يخلق الله له ادراكا وعليهما فهو تعميم بعد التخصيص الا شهد له يوم القيامه. وفائدة هذه الشهادة وكفى بالله شهيدا إشهاره بالفضل يومئذ وعلو الدرجة، كما يفضح من يفضح بالشهادة عليه. وفي فتح الباري السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نسق أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوة والجواب والشهادة. قاله الزين ابن المنير. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم المسموع الكلام الأخير وهو فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إلى آخره. وذكر الغنم موقوف عليه طبعا، إني أحب إيه أراك تحب الغنم والبرية، ده كلام من كلام أبو سعيد. وهذا ما عليه المصنف في آخرين. وقيل المسموع جميعه وهو ما فهمه الرافعي تبعا للغزالي وتعقبهم فيه المصنف واستبعده الحافظ في الفتح، رواه البخاري ورواه مالك والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة بالموحدة في نسخ الرياض، وهذا لفظ مسلم، وكذا رواه النسائي وعند البخاري إذا نودي للصلاة باللام، ذكره الحافظ. قال ويمكن حملهما على معنى واحد، أدبر الشيطان له ضراط، جملة اسمية حالية وإن لم تكن بواو، هي يقول وله ضراط واو الحال، لكن هو جابها لك حال من غير الواو، جملة اسمية في محل حال بغير واو، اكتفاء بالضمير كما في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني وبعضكم لبعض عدو بس بغير واو. وفي رواية الأصيلي وله ضراط، رواية الأصيلي فيها واو الحال واضحة، وهي عند البخاري في بدء الخلق. قال عياض يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذن، يعني ممكن يبقى ضراط حقيقي، يعني القاضي عياض بيقول لك اه ممكن، مش هو بياكل وهو جسمه فيه جوف، يبقى ممكن تبقى حقيقية ضراط حقيقي لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنه عبارة عن شدة نفاره ويقربه رواية لمسلم له حصاص بمهملات مضموم الأول، وفسره الأصمعي بشدة العدوى،
وقال الطيبي: شبه شغل الشيطان وإغفاله نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراتا تقبيحا له. قال الحافظ: والظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، ويدل عليه كلام كثير من الشراح، ويحتمل أن المراد به كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن، حتى لا يسمع التأذين. ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يصنعه السفهاء، ويحتمل أنه لا يتعمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أنه يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. وقد وقع بيان غاية الإدبار عند مسلم في حديث جابر: غايته المسافة، أدبر أدبر كم مسافة، يعني راح فين؟ فهمت؟ في حديث جابر فقال: حتى يكون مكان الروحاء. وحكى مسلم من طريق قتيبة عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا. يا يعني شوف، يجري 36 ميلا. وأدرجها في الخبر قال الحافظ: والمعتمد بالنسبة لرواية ابن رهوي في مسنده أن بينهما 30 ميلا. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي، أي فرغ وانتهى التثويب، أقبل حتى يخطر. شوف فيها كم حتى؟ حتى الأولانية، وحتى الثانية، وحتى الثالثة. طيب، بضم الطاء المهملة. قال الحافظ: كذا سمعناه من أكثر الرواة، وضبطناه على المتقنين بالكسر، حتى يخطر، مش يخطر، يخطر، وهو أوجه، ومعناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه. وأما بالضم يخطر فمن المرور، أي يدنو من المرء فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف الهجري في نوادره الضم مطلقا، وقال هو يخطر بالكسر في كل. قال البرماوي: وإنما هرب الشيطان عند الأذان لما يرى من الاتفاق على إعلان كلمة التوحيد وغيرها من العقائد وإقامة الشعائر، وإنما جاء عند الصلاة مع أن فيها قراءة القرآن، لأن غالبها سر ومناجاة، فله تطرق إلى إفسادها على فاعلها أو إفساد خشوعه. وقيل هربوه عند الأذان حتى لا يضطر إلى الشهادة لابن آدم يوم القيامة، لما تقدم في حديث أبي سعيد أن كل شيء حيشهد له، فهو مش عايز يسمع عشان كمان جيش يشهد أنه أذن. نكدي، هو يحب النكد. بين المرء ونفسه يقتضي أن أي أن المرء غير نفسه، فيحمل على أن المراد بينه وبين قلبه، يعني كما في أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الحافظ: وجاء كذلك عند البخاري في بدء الخلق يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما أي لشيء لم يكن يذكر من قبله، بالبناء على الضم أي قبل شروعه في الصلاة، حتى يظل الرجل بفتح الضاء المشالة، بمعنى يصير المشالة يعني اللي حاليها ألف كده، سموها إيه مشالة؟ كأنك أنت حطيت ألف شلتها دي، فهمت؟ سموها المشالة. بفتح الضاء المشالة، بمعنى يصير أو يكون يتناول صلاة الليل أيضا، والقصد أنه يسهيه. ولذا حكي في الراوي يضل، ولذا حكى فيه الراوي يضل بكسر الضاد المعجمة، أن ينسى ويذهب وهمه، ما يدري كم صلى. الجملة معلق عنها العامل لوجود ما له صدر الكلام، وهو كم الاستفهامية، وهي مفعول صلى مقدم عليه. لذلك قال الطيبي: كرر لفظ حتى 5 مرات، الأولى والرابعة والخامسة بمعنى كي، والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين وليست للتعليل، متفق عليه. أخرجه في الأذان وأخرجه مالك وأبو داود والنسائي. التثويب كما قال الجمهور الإقامة. قال الحافظ في الفتح: وجزم به أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبياقي وغيرهم. وقال القرطبي: ثوب بالصلاة أي أقيمت، وأصله من ثاب إذا رجع، أي رجع إلى ما يشبه الأذان. وكل مردد صوتا فهو مثوب، وكل مردد صوتا فهو مثوب.
يدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فإذا سمع الإقامة ذهب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد به. لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة. يعني كانوا إيه ساعات إيه بين الأذان والإقامة قبلها بلحظات كده يقول لهم إيه حي على الصلاة حي على الصلاة من غيرها على أساس الناس تستعد يعني إنه رايح يقيم. بس إيه في علماء كتير قالوا لا ملاش لازمة دي. لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة لأنها لم ترد أيام النبي لم يفعلها. فهذا يدل على أن له سلفا في الجملة. ويحتمل أن الذي تفرد به القول الخاص وقال الخطابي لا تعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم. لكن المراد في هذا الحديث الإقامة والله أعلم. ونكمل إن شاء الله في صباح يوم الأربعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.